احنا خلصنا فقرتنا، تعالوا نروح لتقرير مع الكابتن خالد جلال المدير الفني السابق للزمالك، كابتن عمر جابر اللاعب بيراميدز، وبعدين نطلع فاصل ونرجع نستقبل نجم مصر كابتن ابراهيم سعيد في فقرتنا الحواريه، فقره مهمه جدا من خلال لعيب على ام بي سي مصر. المنافسة السنة دي ثلاثية، الزمالك أهلي بيراميدز. في الحقيقة بيراميدز كمان أطفى على الدوري ممتاز، نوع من القوة، وما بقاش أهلي وزمالك بس، لا دخل بيراميدز باللعيبة المميزة اللي هو جابها بالمحترفين، فأعتقد إن السنة دي سنة مميزة في القمة والقاع، كمان في القاع كمان في زي ما بنقول مذبحة بقى. فأتمنى طبعا عن أمنياتي أنا الزمالك ياخد الدوري طبعا، لان الزمالك كمان ده عامل موسم كويس قوي، لكن يمكن بعض التعثرات، بس ان شاء الله يعني ان شاء الله في السبع ماتشات اللي جايه الزمالك يتدارك الاخطاء ويرجع تاني للقمه. اخيرا ايه رايك في مجموعه مصر في البطوله الافريقيه والقرعه كلها؟ لا مجموعه متوازنه، وان شاء الله نعدي الدور الاولاني بسهوله، لان احنا برضو عندنا لعيبه ومحترفه، وكفايه عندنا برضو واحد بحجم محمد صلاح اللي هو يعني من أفضل لاعبي العالم دلوقتي، فإن شاء الله الأمور بإذن الله هتبقى كويسة. بس أتمنى حاجة، إن تطلع في إطار الروح الرياضية والجمهور يلتزم ويبقى شكلنا كويس، كمان أهم من البطولة كمان إن إحنا شكل مصر يبقى كويس. الحمد لله في لعيبه كويسه عندنا، في لعيبه كبيره، الاداره موفره كل حاجه، فاكيد من الاول يعني كان عينينا ان احنا على المنافسه، والحمد لله لحد دلوقتي يعني احنا موجودين في المنافسه. ان شاء الله يعني الناس كلها بتطالب ان المنتخب ياخد البطوله، فان شاء الله اللعيبه تكون رجاله، تكون على قد المسؤوليه، وان شاء الله يقدر يحققوا البطوله يعني.